يا رب يا مقسم الأرزاق يا رب. إنه العم مصطفى يستيقظ يومياً منذ الساعات الصباح الأولى متفائلاً بيوم جديد، علّه يعود بآخر الليل حاملاً ما يكفيه من مصروف. أول شيء نهارك خسارة لخسارة، بس لك الرزق على الله أول شيء، بس نحن الوضع نحن فيه وضع ميؤوس منه، عرفت كيف؟ وضع ميؤوس منه كتير، يعني تظهري من الصبح ممكن تشتغل 600-700 ألف أو 500 ألف، محطة بنزين بغلى البنزين نحن فيه هلا اللي هي 821 ألف أو 811 ألف، لتطلعي ما بطلع مصروفك بين دخانك ترويقتك لتروقي أو سيجارتك فنجان قهوة، ترجع على البيت تجيب مورقة قدام ومكسورة. يتنقل العم مصطفى في ضواحي بيروت يوميا، وهو يأخذ بدلا عن كل راكب 50 ألف ليرة، إلا أنها بالكاد تؤمن له ربحا قليلا. بدك تضرب حساب العالم معاناته، خاصة لبناني اللي معاشه 4 مليون 5 مليون، كيف تقول له 50 ألف واليوم ب80 ألف؟ طلعوا لنا قرار ب80 ألف بده يصير السيرفيس، طب كيف إدك عين هذا ابن بلدك تاخذي منه 80 ألف وهو اللي معاشه قد 4 مليون و5 مليون؟ هم هذا العم ليس فقط سعر صفيحة البنزين الذي تخطى 800 ألف ليرة ولعدد الركاب، إنما الهاجس الحقيقي أن تصاب السيارة بعطل مكلف وبيوجع وبالفرش دولار. أنا راح مع بيتاس السيارة، أنا لو ما كنت اشتريت فرش دولار على 41 ونص لصلحت سيارة لأقدر أعيش، دينت من هون ومن هون ومن هون لأقدرت أصبر، خلصت من شغلة رجعت حاطت 1200 دولار على السيارة، أنا مشاغل بمليونين ليرة، معاناة قطع ما حدا على أساس يفوتوا فينا حنعمل لكم أسعار، ما نعمل، ما حدا عمل أسعار، ما حدا عمل شيء. بغصة كبيرة يروي لنا العم مصطفى قصصا صادفته مع الركاب غير القادرين على دفع كلفة المشوار والتوصيلة. بس تسمع معاناة العالم تهون عليك بقول موسيقي، في ناس تصدقيني ما معها بس يطلعوا كل شيء بتطلع فيه هيك بيبكي بالسيارة، رجال كبير قد أبوك بس يطلع فيها بيبكي، والله العظيم أنا عاطي ناس مصاري، دافع لناس مصاري، قلوا روح انزل وصلوا على بيته خذ جيب هذا ما في شيء من قيمتك، معلش بس ادعي لي الله ييسر امره ويرزقنا. في ناس في كثير معاناه، ناس ما معهم تجيب رابطه خبز، كان نسوان او شباب بتعاني كثير، بعض الحين بيطلع معك ناس ما صراحه بتقول لي ما قادر ادفع 20 و30 ألف، اللي كانت اني نزلت لا عيب كاخلاق، لان بدك تسامح معه، معلي تفضل وصلوا أقرب محل فيني ساعدوا فيه ودرت ساعدوا أكثر بساعدوا. فإذا هي نكسة كانت قدرا لشوفيرية التاكسي هالأيام، فمنهم من استسلم وهجرها واللي بقي فلا حول ولا قوة، لا يملك سوى نمرة حمراء تنتظر معه لحظة الفرج.